السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وحاكلوا كجراء مسألة الأورنجر علو الله على عرشه سبحانه وتعالى أيا كجروا إين الله أيا كجر طول عرقتان والميش مريسا مسألة مركة مسألة كتب العقائد لقاها الله ويحباها دكسي مشغول منه سيدا حديثك وشيقي بقرآن كنا تصي سنة وتصي وعليه مذهب السلف الصالح إلهي سبحانه وتعالى أنك سوى كبحسي وأنا كسرية علم مطلقة إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج الملائكة والروح إليه مركه وحاوي إلهي سبحانه وتعالى أنك سوى كسرية عقلا وفطرة ونقلا إلهي سبحانه وتعالى هذا عقلك هذا ضعيف كهديل إلهي سبحانه وتعالى مال جي مال دك و وقدرت فرض تقدير شيء التقدير كيف فرضيات كنا قسم ما ينقطعه اسكوغو عقلك هذا ضعيف قدلو إله ميل جي وأون كيس واكن ومخلوقات كيس أصنع الله شروه ويه وحد عقيد قيل لي ليش أصر رئيسه هوس لما لا أدين هذا هو العقل أما الفطرة وين قدو بنتاي قال يا إسلام بقى نينك اللي قرينا إله يوبو له إله يوم وحلا ماركيس إله يوم يضرة وحلا ربيو يا ربي نو البركاس أبو ذهية مخلوقات كورن وفطر قدوبا ربك أبو رين وين قصر قلبك أنه قدوبا طاي وهذا وهي الفطر أما النقل وابكن أين الله وحيث لك ورد أدونتا في السماء الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش انت بينه شيغيس مركا قل يا واحد ان الهي اين لما ديك رجها لو ما شي كر ورجها انه الهي كما شيغينو مكانك كما شيغينو هذا وجدان